السلام عليكم، انا من ساكني جهه درعا تفيلالت. بغيت نعاود لكم على تجربه شخصيه ديالي اللي متعلقه بامتحان الشفوي ديال مباراه التعليم. مهم تجربه ديالي باختصار. نهار الامتحان مشينا بكري، وقفنا قدام باب المركز واحد الفترة حتى خرج الحارس ودخلنا لواحد القاعة كبيرة. من بعد من دخلنا عطاونا واحد العلبة فيها مجموعة ديال الأوراق، كل واحد كيختار واحد الورقة. ديك الورقة فيها التوقيت اللي غادي يدوز فيها كل واحد امتحان، نصف ساعة كل واحد، نصف ساعة مدة. صافي، وقالوا ليهم اللي عنده الفتره المسائيه يمكن ليه يمشي حتى الموعد المحدد ويلتحق. انا كنت من الناس اللي غادي يدوزوا في الصباح، يعني الفتره الصباحيه. المهم قالوا نعمروا ديك الورقه بالاسم، نكتبوا فيها الاسم والنسب والتخصص. صافي عمرناها، ومني قرب الوقت باش انني ندوز بواحد المده عيطوا علينا خمسه ديال الناس بحكم انه كانوا خمسه ديال اللجان. قالوا لينا عاوتاني عطاونا واحد العلبه اخرى كتختار فيها واحد الرقم، داك الرقم كيعني اللجنه اللي غادي تمشي تدوز عندها. صافي اختاريت وعرفت اللجنه اللي غنمشي ندوز عندها. تسنيت شويه قدام الباب حتى قال لي داك السيد اللي كينظم العمليه ديال الالتحاق ديال كل واحد باللجنه ديالو، قال لي يمكن لك دابا تمشي دقي الباب وتدخلي. صافي دقيت ودخلت وقلت لهم السلام عليكم. قلت لهم واش نجلس؟ قال لك ايه تفضلي مرحبا. جلست، قال لي واحد الاستاذ تما اعطينا النسخه ديال رساله تحفيزيه اللي جبتي معاك بحكم انهم نشروا واحد الاعلان. قالوا لنا اننا نجيبوا اربعه ديال الفوتوكوبي ديال رساله تحفيزيه. صافي عطيت لكل واحد وحده، كانوا ثلاثه، جوج اساتذه واحد الاستاذه، وخليت عندي وحده. من بعد قال لي الاستاذ قدمي راسك بالعربيه. المهم بديت كنقدم حتى قربت نسالي، هو يوقفني واحد الاستاذ اخر قال لي بلاتي هذا الشيء كاع اللي قلتي عاودي لينا باللغه الفرنسيه. الحمد لله. المهم عاودته بالفرنسيه، صافي ساليت. وهو يقول لي الاستاذ الفرنسيه لحقاش كنت ذاكره تما انني دوزت واحد الفورماسيون ديال التعليم بالفرنسيه، كانت مده ديال هاد الشهور. المهم وعطاني اسئله في ديك الفورماسيون، قال لي قريتي ديداكتيك؟ قلت ليه اه. قال لي ايوا عطيني الفرق ما بين ديداكتيك والبيداغوجيه بالفرنسيه. الحمد لله كنت وجدت ليه وعطيته ليه. من بعد قال لي شرحي لي المثلث الديداكتيكي بالفرنسيه، شرحت ليه. من بعد قال لي كتعرفي لي فيرب برونومينو؟ قلت ليه اه. قال لي عطيني مثال، عطيته ليه، وديري ليه في جمله وديري ليا الكونجيغيزون ديالو في البريزون في الباسي كومبوزي. الحمد لله عطيتهم ليه. من بعد مني كنت انا كنقول شي حاجه مهمة وذكرت لي زادجيكتيف بوزيسيف، هو يقول لي بلاتي وعرفي لي شنو هو لادجيكتيف بوزيسيف. الحمد لله عرفته ليه. من بعد الاستاذه هي عطاتني بزاف اسئله متعلقه بعلوم التربيه وبديداكتيك، بحال منهاج دراسي نشرحوا ليها والاهداف ديالو، نقول لها نقسم لها المستويات ديال الابتدائي. قالت لي نقول لها المكونات اللي كيتدرسوا في المستوى الاول، وبزاف الاسئله متعلقين بعلوم التربيه. اما الاستاذ اللغه العربيه فهو قال لي مثلا نعطيه مثلا القراءه المقطعيه دوك المبادئ ديالها، وقال لي ديك التحدث والاستماع نقول له المكونات ديالو، وقال لي ندير عطاني بزاف ديال الكلمات ندير لهم القراءه المقطعيه ونقول ندير لهم نقسم الى مقاطع ونقول شحال مقطع من كل في كل كلمه. وعطاني اسئله متعلقه بالهمزه القاطع وهمزه واصل وباسم الفاعل. مهم بزاف ديال الاسئله متعلقين. مهم ركزوا لي على الجانب ديال المعارف، وركزوا لي حتى على الجانب ديال الديداكتيك، يعني كل شيء كيتطرح تما ورساله تحفيزيه. المهم كل شيء تطرقوا ليه، كل شيء. وبالنسبه للرياضيات عطاني واحد العمليه ديال الاعداد الكسريه، قال لي نحلها وانا كنحل خصني نشرح. كاينين اسئله كيطرحوا خصني نشرح، يعني خصك تحل العمليه وفي نفس الوقت تشرح الخطوات اللي انت كتحل. هذا ما كان باختصار وشكرا.